بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن. ان شاء الله هنكلمكم النهاردة على الهيتر 450 متر. ده بيكفي معانا عنبر من 400 ل 450 متر مربع. طبعا الهيتر دوت بيكون معانا راكب له زي ما حضراتكم شايفين التولومبا دانفوس دنمارك R3. دي طبعا تصنيع دنماركي زي ما هو موضح لحضراتكم. ديت بتعمل معايا على سحب السولار. وجود التولومبا معايا بيزود معايا من عمر او تشغيل الهيتر. اضافة الان بيكون معايا هنا الفلتر. فلتر خارجي ده بيعمل معايا على تنقية السولار قبل دخوله للولاعة. طبعا بيكون معايا الحساس ومعايا سلك طبعا بيكون ممتد معايا لخمسين متر. ده بمده في قلب العنبر علشان خاطر اخد درجة حرارة اخر العنبر، علشان عندما يوصل معاه للدرجة المطلوبة بيروح فاصل معايا. هنعمل تجربة كده هو سريعة. طبعا زي ما هو واضح مع حضراتكم كده احنا موصلين الباور او موصلين الكهرباء. طبعا اول ما دي الشاشة كده اللي بتظهر معانا درجة الحرارة الفعلية. درجة الحرارة الفعلية طبعا مع وجود ان طبعا هنا مش بيكون موجود معايا الحساس الخارجي، في حساس بيكون راكب، بيكون الحساس الداخلي بيكون جاد في قلب المكان معايا في قلب الهيتر من الداخل. ده كده الفتحة بتاعته بالاضافة للبورت اللي بيركب عليه الحساس الخارجي. طبعا احنا هنعمل تجربة معاكم على الحساس الداخلي. هنبتدي ان احنا نشغل مع حضراتكم الباور وازود من البكرة ديت الدرجة المطلوبة. نبتدي نشتغل مع حضراتكم. طبعا مروحة قوية جدا. طبعا لو حابب ان انا اشغل معايا الحساس الخارجي بخلع الجامبر ده واركب بالطريقة دي كده. وطبعا بقفل عليه القفل ده كده. طبعا في الحالة ديت بيكون القراءة ديت متاخدة من الحساس ده. تمام. ابتدي اشغل مع حضراتكم البار تاني واعلي من درجة التشغيل درجة الحرارة المطلوبة. دي في حالة لما بيكون معانا السولر مليان. طبعا ده مستوى لما بيكون مش معايا هنا الصغار في قلب التانك بيدي معايا E1 ويبتدي في الحالة ديت يبرد جسم الجهاز ويفصل. طبعا ده مكان تفويلة. دي مكان تفويلة وبيكون معانا برضو ايه الفلتر الخارجي. بالاضافة طبعا زي ما وضحت لكم الفلتر اللي بيكون على الصاعد. ما تنساش تدعمونا بلايك، تشتركوا معانا في القناة، تفعل زر الجرس. هيتر 70 كيلو كالوري ده بيكفي معايا 450 متر مربع. نشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.